أوقف أعمامي قطعة أرض بجوار المسجد على جدي المتوفى، وبعد وفاة أعمامي أولاد أعمامي يريدون أن يبيعوها ونحن نرفض، فهل نوافق ونضع المال التي من المال الذي من نصيبنا في المسجد؟ والله هو الأصل في الوقف، الأصل في الوقف أنه مؤبد، هذا الأصل من شروط صحة الوقف أن يكون مؤبدا، يعني ما يتراجع فيه، ما يتراجع فيه. بعض أهل العلم يرون أنه يجوز الرجوع في الوقف، يعني عامل معاملة الهبة، يقول يصح الرجوع في الوقف، والصحيح أنه لا يصح الرجوع في الوقف، لكن هنا في الكويت يأخذون بهذا، وهو أنه مذهب الأحناف أنه يجوز الرجوع في الوقف، يجوز الرجوع في الوقف، وبالتالي على حكم المحكمة، إذا حكمت المحكمة لهم بأنهم يعني الوقف هذا يبيعونه، نعم أنتم لا نصيبكم من هذه الأرض توقفونه، هذا هو الأصل. لكن إذا لم تحكم المحكمة ببيعه وظل وقفا وهذا هو الأصل، فالحمد لله مسألة واضحة.